في الحقيقة الفترة الأخيرة كان فيه اهتمام كبير جداً بإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية إلى النور مرة أخرى، وخصوصاً في قرية اسمها قرية الفواخير. وفي الحقيقة أنا ما كنتش برضو أعرف أن في يعني قرية يعني اسم على مسمى اسمها الفواخير، لأنها تشتهر بصناعة الفخار. الفواخير فيها العديد من المنتجات المميزة وليها أو عليها إقبال من الجمهور. في الوقت الحالي بيتم استهداف إقامة 40 معرض وبازار عشان تعرض منتجات قرية الفواخير في مصر القديمة اللي بتضم 152 فخورة مقامة على مساحة 13 فدان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون العميد ماجد فوزي مدير قرية الفواخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المستمعين من الشعب المصري. اهلا وسهلا، اتشرفت بيكم حضراتكم. أهلا طبعا حضراتكم بتتكلموا دلوقتي على قريه الفواخير. انا عايز اتكلم بقى مع حضرتك على حاجه، المستهدف من اقامه 40 معرض وبازار عشان نعرض فيهم منتجات قريه الفواخير في مصر القديمه. تمام يا فندم. حضرتك بالنسبه لقريه الفواخير انا هضيف معلومه صغيره بس، ان احنا هنزود عليها كلمه جواهرجيه الطين. لانهم هم جواهرجية الطين لأنهم هم بتحف، بيعملوا تحف من الطين، فإحنا سميناهم جواهرجية الطين. طبعا قرية الفواخير زي ما حضرتك معروفة إنها في منطقة الفسطاط، منطقة أثرية، منطقة بقت منطقة سياحية نظرا لأن فيها بعض السياحة الدينية والسياحة الفرعونية. فطبعا لازم تليق بمكان اللي هو فيه، فلازم نعمل حاجة تجذب السائحين إلى هذه القرية. فطبعا كان في معروضات بطريقه عشوائيه، كانت القياده السياسيه امرت بتطوير القريه وعمل بازارات على اساس ان انا اقدر ادخلها على الخريطه السياحيه، لانها هي كانت مهمشه وبعيده عن الخريطه السياحيه. فطبعا من ضمن الاسس اللي لازم تبقى موجوده على الخريطه السياحيه وجود بازارات، وجود مطاعم، وجود كافيتريات، وجود الحاجات اللي هي طبعا بتخدم القرية. طبعا فطبعا اتعرض هذا الموضوع على معالي الوزير المحافظ وصدق بإنشاء 40 بازار على الواجهة الرئيسية لقرية الفواخير اللي هي بتطل على شارع الفسطاط الرئيسي، في ملتقى اللي جاي من الزيارة من متحف الحضارات أو اللي جاي من مجمع الأديان. تمام. فطبعا بتعمل عملية جذب سياحي نظرا للآتي، ان هيتم فيها عرض جميع منتجات الفخار بطريقه راقيه وباسلوب راقي مع التميز بوضع كل ما هو جميل وبمنظر شياكه جدا تجذب هذه السياح اللي هيشرفونا طبعا. فده طبعا كان طلب اساسي من وزاره السياحه. عظيم. الحاجه الثانيه طبعا ان احنا على اساس داخليا اتصدق من معالي الوزير المحافظ ونائب للمنطقه الجنوبيه بانشاء كافيتيريا على اعلى مستوى، على مسجد على اعلى مستوى، على كل ما هو خدمات بحيث انها تبقى كل الناس اللي بتحضر البازارات وتقدر تشوف يبقى عندها كل حاجه متاحه، سواء مكان تمام للصلاه وللعباده او لمكان للاكل والشرب. تمام كده. تمام. طيب عظيم. بالنسبه للمنتجات احنا مفروض سياده العميد هنعرض ايه؟ ما ايه اللي بيحتاجه السايح من زيارته للمكان ده نقدر نوفره له؟ كويس يا فندم. حضرتك دلوقتي احنا عارفين طبعا الفخار زمان كنا بنعتقد ان الفخار عندنا القلة والزير، لكن داخل قرية الفواخير عندي جميع المنتجات التي ترتقي، بتوصل عندي من مسقة الحمام الصغيرة لحد ما بوصل لتماثيل روما واليونان. فيها اكتر من منتج، فيها منتجات سواء للانتيكات، سواء للفازات، سواء للمأكولات، سواء لحاجات برضو فرعونية معمولة. ليه؟ لأن أنا السائح عندي بيدور على الحاجة اللي هي بيحتاجها، لازم يكون فيها مميزات. مميزات إيه؟ يكون خفيفة الوزن على أساس وهو ماشي برضو يقدر ياخد منها حاجات ما تأثرش معاه على الوزن والكلام ده كله. فكل ده موجود ومتواجد في قرية الفواخير. طيب
احنا عندنا تطور كمان في الفخار، ما بقاش الفخار هو الشكل التقليدي بتاع زمان، دلوقتي الفخار مطلي، الفخار بيدخل يعني في الاطقم بتاعه الاكل والحاجات، وكانها قطع مهمه جدا بقت تبقى موجوده في البيوت وشكلها في منتهى الجمال، وبتضيف شكل جمالي كمان على السفرات بالاضافه لباقي الاكسسوار الموجود في البيت. التطور اللي حصل في الفخار ده انتوا حرصتوا ان يبقى في حاجه تدريبيه للعاملين في قريه الفواخير؟ يا فندم طبعا قريه الفواخير كانت مهمشه سابقا، لكن في يوم 17/12/21 تشرفت القريه بزياره السيد رئيس الجمهوريه. وطبعا لما اتشرفت بزياره السيد رئيس الجمهوريه كان الطلب الرئيسي مننا كمحافظه القاهره هو انشاء مدرسه لتعليم الحرفه نظرا لعدم الاندثار. طبعا. وتم انشاء هذه المدرسه وهي تعتبر مدرسه صناعيه نموذجيه، واشتغلت المدرسه والحمد لله رب العالمين، ده كان اول انتاج لينا. تمام حضرتك. الحاجة الثانية بالنسبة لكده برضو، القرية كانت عبارة عن منطقة يعني ملوثة للبيئة اللي كانوا بيستخدموا زمان الحرق بالأخشاب في الأفران. طبعا. محافظة القاهرة تعاقدت على أفران صديقة للبيئة، محافظة القاهرة دخلت للقرية جميع المرافق بنسبة 100% سواء مية سواء صرف سواء كهرباء سواء غاز، فأصبحت القرية دلوقتي صديقة للبيئة. طيب احنا ليه بنقول انها صديقه للبيئه؟ لان طبعا انت عارفه حضرتك التلوث البيئي لما تحولت لكده احنا استخدمنا فيها الكهرباء او استخدمنا فيها الغاز، فدوت بيدي درجه حراره عاليه. زي ما حضرتك في بدايه الحديث قلت ان الفخار ما بقاش تقليدي، فعلا الفخار عندي ما بقاش تقليدي، الفخار عندي بيوصل لدرجه الاختزال، بيوصل حضرتك عندي برضو درجه الجليز، يعني المستويات العالية جدا، فكانت بتحتاج إلى درجات حرارة عالية. نعم. لأن أنا عندي الجليز بيتحرق لحد درجة 1050 درجة. العادي اللي هو الفخار القديم بتاعنا لدرجة 700-800. صحيح. وطبعا حصل إن تطوير وبدأنا نطور مع وزارة الصناعة ونطور مع بالتاكيد يعني هناك يعني اكيد عدد كبير من العوامل اللي ادت لتطوير قريه الفواخير، واللي بالتاكيد بنشوف اثرها على جانبي الطرق الخاصه بهذا الطريق المؤدي لمتحف الحضارات. شكرا لك العميد مجد فوزي مدير قريه الفواخير.